السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رئيس هذه الحقة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزة، يسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحق الكريم، إني قمت أمامكم لأن ألقي عليكم كلمة مهمة حول موضوع شهادة أن محمد رسول الله، وبتوفيق الله سأبين كلماتي حسب استطاعي إن شاء الله. شهادة أن محمد رسول الله، دليلها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، معناها التصديق الجازم من صميم القلب المؤدي لقول اللسان أن محمد عبد الله ورسوله. يتقلني كافة إنسي وجنهم. أركانها ركنان: الاعتراف برسالة صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: محمد رسول الله. اعتقاد عبودية صلى الله عليه وسلم لله. والدليل أن الله أصبح بالعبودية في أشرف منها مقام الدعوة. وقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. وأخيرا أقول لكم إن هذا الموضع ضروري ومهما جدا في حياة الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم فيه في أسرع وقت ممكن. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله، هو الله، هو الله، الله.